أنا طفل جميل وصغير، أصحى من النوم كل يوم في الصباح الباكر، أذهب لمدرستي، أرسم ألعب وأذاكر، وحياتي مليئة بالمغامرات، مليئة بالأصدقاء. أفهم وأتعلم ولكن لي طريقتي، أقبل النصيحة ولكن لي طريقتي، قربني وصاحبني ولا تحرجني. أنا طفل جميل وصغير، أطيع والدي وأطيع معلمتي، أحافظ على المنزل ولكن لي طريقتي، أحافظ على مدرستي ولكن لي طريقتي، أحافظ على البيئة ولكن لي طريقتي، فهمني وعلمني ولا تحرجني. سوف نتأخر عن دروس الإسعافات الأولية. أنا لا أفهم لماذا كل هذه الضجة؟ إنها دروس مملة حقا. هيا تعالي للملعب سويا، ولا داعي للذهاب. أوف يا ناصر، أنت تفكر بسذاجة ولا تدرك أهميتها، وسوف أتأخر بسببك. سأذهب أنا وامكث أنت هنا مع ألعابك. يا لها من خيالية، تظن نفسها منقذة الكوكب. عامة هذا أفضل حتى أكمل اللعب. أوبا، يا لك من محترف يا أبو الأنصار. أمي، يا أمي، أنا جائع. تذكرت، لقد ذهبت للتسوق هي وبدر، وأكيد حصة لم تعد بعد من درس الإسعافات الممل. سوف أتصرف. أهلا يا حصة. ما هذه الحقيبة السخيفة التي بيد؟ انتظري فأنا أعد لك مفاجأة. يدي احترقت، يدي. بسرعة، يجب أن تظل تحت المياه الجارية الباردة من 10 إلى 45. الآن يجب أن نضع مرهم الحروق. هذا الحمد لله، أشعر بتحسن كبير. أشكرك أختي الحبيبة، لقد أنقذتيني. العفو يا ناصر، أنت أخي وهذا واجبي، والفضل يرجع لما تعلمته من الإسعافات الأولية. كان يجب أن تنتظر أمي ولا تستخدم أدوات الطهي بنفسك، فهذا خطر. كنت على حق، الآن عرفت أهمية درس الإسعافات، ومن اليوم سأكون معك وأحرص على وجود حقيبة الإسعافات الأولية. ولكن هل أجد معك في هذه الحقيبة أي شطائر تسعف معدتي؟ فأنا ما زلت جائع.